ازيكم؟ في الدراسة بيكون دايما في صراع كده ما بين الأم وابنها، لما بتقعد تقول لأ أنا ابني مش مركز، أنا ابني مش راضي يذاكر، وأحيانا بيحصل مشاكل كتير جدا بين الأم أو الأب وأولادهم بسبب إن الولاد مش مركزين، مش عايزين يذاكروا، هم عايزين يلعبوا، هم عايزين ينزلوا، أنا راجع من المدرسة تعبان، أنا مش قادر أذاكر. طب الحل في الحالة اللي زي دي هنعمل ايه؟ في كام خطوة لذيذة كده وجديدة ممكن نعملها مع اولادنا علشان نشجعهم اكتر على المذاكرة. بدايتها اننا نجيب لهم ادوات مكتبية جميلة شكلها لذيذ يكونوا بيحبوها. صدقوني الاطفال بتتشجع جدا لما بتلاقي فيه ادوات مكتبية كلها الوان والعاب واشكال لذيذة ويكون هو اللي مختارها، بيتشجع قوي ان هو يحل الواجب بالادوات دي او ان هو يذاكر بالادوات دي. ممكن نجيب له شكله كراسة حلو ونقول له لخص الدرس اللي انت هتذاكره دلوقتي. دي اول خطوة ممكن نعملها ان احنا نشجعهم على المذاكرة. تاني حاجة، انت لو عندك هواية معينة بتحبي ان انت تقري كتاب، بتحبي ان انت تعملي هي تريكو كروشيه، بتعملي اعمال فنية، بترسمي، ليه ما تعمليش هوايتك دي او المهام الخاصة بيكي جنب ابنك او بنتك وهم بيذاكروا؟ هم لما يشوفوكي انت قاعدة ملتزمة بالحاجة اللي انت بتعمليها صدقيني هيحاول بقدر الامكان ان هو يقلدك ويكون ملتزم زيك بالظبط. ويا سلام بقى لو تعملوا مسابقه كده ما بينكم انتوا الاثنين، تقولي له انا مثلا هخلص الحاجه اللي في ايدي دي في خلال ربع ساعه، تكون انت خلصت الصفحتين دول في خلال ربع ساعه، تعالى نشوف مين اللي هيعملها بشكل احسن وبتركيز اكتر وبوقت أسرع. طبعا كمان لازم يكون في عبارات تشجيعية طول ما انت قاعدة معاه وهو بيذاكر، او حتى لو انت مش قاعدة معاه لازم دايما تقولي له كلمة شاطر، انا مبسوطة منك جدا، انت طفل فعلا مجتهد، انت كل يوم بتثبت لي عن اليوم اللي قبله ان انت ممتاز وان انت عندك ارادة وان انت بتحب تسمع كلامي وان انت نفسك تكون شاطر. العبارات دي بتشجعهم بشكل غير طبيعي. طبعا غير اختيار المكان المناسب واللي هو يكون مرتاح فيه نفسيا، مع الاخذ في الاعتبار ان المكان يكون اضاءته كويسه، المكان يكون مريح، مفيش دوشه حواليه. ايه كمان؟ الطفل وهو بيذاكر بيحب دايما يقعد زي ما بنقول كده ينقنق في شويه حاجات، نجيب له الحاجات اللي بتساعد على التركيز، شويه مكسرات مثلا، نجيب له عصير فريش هو يكون بيحبه، الحاجات دي بتساعده اكتر ان هو يحب ويتشجع ان هو يذاكر. وفي الاخر خالص اول ما نلاقي ولادنا خلصوا المهام اليوميه بتاعتهم من مذاكره، من حل واجبات او من مراجعه، نبتدي ان احنا نديلهم مكافأة ولو بسيطة جدا، ده هيشجعهم اكتر ان هم يكرروا نفس الحاجة لبكرة. شكرا ليكم.